تهان نيابية لصاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى 14 لتولي سموه مقاليد الحكم، وتأكيد على أهمية هذه الذكرى لجميع الكويتيين. لا شك أمير الكويت أصبح رمز موجود عالمي، رمز موجود في قطاعات الدولة، الدول كلها. اليوم نتكلم عن صباح الأحمد، معروف جدا بسبب أعماله الطيبة وتواجده، وكذلك أخذ من صحته في سبيل إيجاد نوع من استقرار المنطقة من خلال تواجده في كثير من القطاعات المرتبطة في كثير من الدول المجاورة في حل وحلحلة المشاكل الموجودة في المنطقة. نال بجدارة قائد الإنسانية، وهو قائدنا، وهو الذي جزاه الله خير له دور في العمل الخيري ودعم العمل الخيري الرسمي والشعبي، وهو له دور كبير جدا في الإصلاح على مستوى الخليج وعلى مستوى الإقليم، وأصبح مرجعية للعالم جميعا في عملية الإصلاح وفي عملية لم الشمل، وهذا أمر احنا نفتخر فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية وطول العمر. النواب أكدوا أن سمو الأمير رجل دولة وصمام الأمان للكويت، لدور سموه المحوري وحكمته في معالجة الكثير من القضايا الخليجية والعربية والإقليمية. حكمة حضرة صاحب السمو في تطويع السياسة الخارجية لتأمين دولة الكويت واضحة وبارزة، والدور الذي تتبوأه دولة الكويت اليوم إقليميا وعالميا، ونحن نستشعر هذا الأمر من خلال البرلمانات الإقليمية والدولية، دور كبير نلناه بفضل من رب العالمين لوجود حضرة صاحب السمو أمير البلاد في قيادة دفة دولة الكويت. سمو الأمير جناح مختلف جدا، أثبتت الأيام حكمته، وأثبتت الأيام أن اليوم في هذا الإقليم المشتعل اليوم الكويت هي حمامة السلام، ووضعها الداخلي استقر بفضل التحامها بدستورها، مو بفضل أي أمر آخر ولا لجوء للعنف ولا غيره. فالله يعطيه طولة العمر، والله يمده بالحكمة ويمتعنا كشعب كويتي بوجود صمام الأمان. كما لفتوا إلى أن مسيرة سموه الحافلة بالإنجازات وسياسات متوازنة ساهمت في إعتلاء الكويت مناصب التتويج الأممية والإنسانية. منذ استلام صاحب السمو لحظة استلامه لمقاليد الحكم، هذه الفترة فترة عزيزة على قلوبنا، وأنقذ الكويت وأنقذ الإقليم من عدة أمواج عصفت في المنطقة، ولكن بحكمة هذا القائد العظيم، بحكمة هذا الأمير الفذ، قدرنا نعبر بسفينة الكويت إلى بر الأمان. إجماع نيابي على دور سمو الأمير حفظه الله ورعاه في الجانب المحلي والإقليمي والدولي، وتثمين لمسيرة سموه الحافلة بالعطاء والإنجازات ومكانته البارزة التي أحدثت نقلة نوعية في جميع المجالات.